من الأسئلة معانا اللي جت برضو على الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة، واللي ملخص يعني موضوعها هو حكم تغيير النية بعد الشروع في الصلاة. لصاحب السؤال بيقول بس هو تغيير النية، أو بسأل هو تغيير النية في الصلاة جائز؟ والحالة اللي أنا مريت بيها إن أنا مثلا حصل لي الظهر مثلا ووقفت وعملت تكبيرة الإحرام وبدأت أقرأ سورة الفاتحة، بيقول ونيتي أصلا إني أصلي الفرض، وبعد ما بدأت قلت لنفسي أثناء الصلاة طب ما تصلي السنة الأول، فهل يجوز تغيير النية وجعل النية سنة ثم بعد ذلك أصلي الفرض؟ يعني هو كان متوجه يصلي صلاة الظهر، فبعد ما كبر تكبيرة الإحرام وبدأ يقرأ بفاتحة الكتاب قال لنفسه طب ما تصلي السنة الأول قبل ما تصلي الفرض، فهو عايز يغير النية من الفرض إلى السنة، فهو بيقول هل هذا يجوز ولا لا يجوز؟ هي حقيقة طبعا مسألة تغيير النية بعد الشروع في الصلاة الحقيقة فيها التفصيل كبير جدا في مذاهب السادة الفقهاء في مسائل تحويل النية بعد الشروع في الصلاة أو بعد الدخول في الصلاة، لكنهم متفقون على أن تحويل نية الصلاة، أن يحولها من نفل، يا ريت نركز مع بعضنا، تحويل نية الصلاة من نفل إلى فرض لا أثر له في النقل والتحويل، يعني كأنك ما عملتوش وتظل الصلاة نفلا، تحويلها من النفل إلى الفرض لا أثر له في النقل والتحويل وتظل الصلاة نفلا. ليه؟ قال لك لأن فيها بناء القوي وهو الفرض على الضعيف وهو النفل، وده غير صحيح، هذا غير صحيح. وكما أنه لا يجوز تغيير نية من النفل إلى فرض باتفاق، فكذلك لا يجوز تغيير النية من الفرض إلى فرض آخر، ويجوز تغيير نية الفرض إلى نفل عشان الفرض قوي النفل أضعف، فأنت هتبني الأضعف على القوي. يجوز تغيير نية الفرض إلى نفل ونية النفل إلى نفل آخر إذا وجد عذر باتفاق ومن غير عذر عند بعض الفقهاء. وعليه وعلى واقعة السؤال، فإذا قمت به أو ما قمت به وكما هو موضح معانا، فإن حضرتك شرعت في صلاة الظهر وهي أنك ستؤدي فرض، ثم أردت بعد أن كبرت تكبيرة الإحرام وشرعت بدأت في قراءة سورة الفاتحة، تراءى لك بتحويل النية من أدائك لفرض الظهر لأنك تريد أداء السنة أولا ثم بعد ذلك أداء صلاة الظهر، فهذا التحويل صحيح وجائز عند بعض الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم.